نعود إذن مشاهدين الكرام إلى التظاهرات، ونعود إلى دكتورة ذكرى عبد الصاحب من بغداد. كنا نتحدث دكتورة عن زيادة العنف للقوات الحكومية، وفي المقابل متظاهرون ناصرية يسيطرون على ساحة التظاهرات في الحبوبي ويعودون إلى التظاهر فيها. ماذا يعني لكم ذلك؟ نعم، شكرا لكم أخي الكريم. حقيقة هذا تحصيل حاصل، أنه المتظاهرين يخرجون ثانية وثالثة ورابعة ولا يقتنعون ولا يهدون حتى ينالون استحقاقهم في تغيير الحكومة، تلك الحكومة التي تلاحقهم في عقر ديارهم وتلاحقهم في ساحات التظاهر وتمنعهم وتقتلهم. وحقيقة كل يوم لنا كوكب من الشهداء، كل يوم يعني نسمع أنه هنا قتل وهنا اختطف وهنا مثل به، وهنا يعني الحكومة يبدو هي ومرتزقتها وذيولها لا تكف عن الشعب. ماذا تريد لا ندري، أخذت كل ممتلكات الشعب، أخذت حريته، أخذت كل ما يعني يمتلك الشعب. ولكن دكتورة ذكرى، عذرا عن هذا الإصرار من السلطات الحكومية على الحل الأمني إنجاز التعبير، هو قمع يعني واعتقال ناشطين، إلى أي مدى أسهم بتأجيج التظاهرات مجددا؟ إلى أي مدى يعني أعطى ذلك مسوغا للمتظاهرين لزيادة نشاطهم بالخروج التظاهر من جديد؟ بالتأكيد الضغط له مبررات، حقيقة مبررات قوية من خلال الفعل ورد الفعل. كلما تكون هناك أفعال الحكومة قوية، كلما يكون هناك رد فعل للمتظاهرين والشعب يكون أقوى. حقيقة اليوم حتى يقال أنه سمعنا هناك من الاتحادية أيضا انضموا إلى المتظاهرين، ونأمل أن الشعب كله يثور على هذه الحكومة حقيقة، لأنه هذه الحكومة لم يعني تترك أي حيز وأي جانب لم تبعه ولم تستفاد من خلاله الاقتصاد ويعني كل ما ممتلكات البلد والشعب كلها دمرتها وكلها يعني لعبت فيها. فالشعب شنو ينتظر من هذه الحكومة؟ ما عنده إلا أن هذا المتنفس للتظاهر، وكل ما يضغطون على المتظاهرين، كل ما يضربون، كل ما يقتلون منهم، كل ما تزيد حميتهم، كل ما تزيد يعني فورانهم يزيد وقهرهم يزيد، أنه هم يعني إضافة لما هم محرومين منه من حرية ومن أملاك بلدهم ومن ثروات، أيضا الآن على حياتهم ما يقدرون يأمنون بهذا البلد، قتل واعتقال ونعم وتهجير، ويعني كثير من الأمور اللي هي تتبعها تلك الحكومة ضد الشعب. كيف انعكست إذن دكتورة ذكرى هذه التظاهرات في الناصرية تحديدا على باقي المحافظات، لا سيما مع سوء الأوضاع المعيشية وانقطاع الكهرباء ونحن في فصل الشتاء؟ وماذا أنتم يعني هل ستنظمون في بغداد تظاهرات جديدة بكثافة أكبر؟ إن شاء الله. طبعا الناصرية إيقونة النصر إن شاء الله، وهم أبطال العراق الذين لا يهدئون ولا يكنون ودائما يمرغون أنف العدو. فمن خلال تظاهراتهم وثورتهم نحن نستمد قوتنا أيضا البصرة وبابل وإن شاء الله بغداد بعدها. أيضا ما المطلوب يعني من الموقف الدولي تجاه تظاهرات في العراق؟ وهذه التظاهرات تنادي بالحرية والديمقراطية والقضاء على الفساد، ولكن هل تكفي العقوبات مثلا على فالح الفياض رئيس هيئة ميليشيا الحشد المتهم بارتكاب جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان في العراق؟ بالتأكيد حقوق الإنسان قاصرة في متابعتها لموضوع العراق حقيقة، لأنه لا يعني يحركون ساكن والشعب يقمع. فحقيقة تلك المنظمات لها قصور، يعني لا يكفي أنه فقط عقوبة أو فقط قطع أموال أو من هالشيء، هذا المفروض عقاب كامل، والمفروض كل الحكومة اللي هي جابتها أمريكا تسحبها من أرض العراق. يعني هذا إحنا اللي نريد. شكرا جزيلا لك من بغداد دكتورة ذكرى عبد الصاحب، الناشطة في تظاهرات ثورة تشرين.